أقامت سفارة الكويت لدى جمهورية البرازيل حفل غداء اليوم في فندق الكوباكابانا بالاس احتفالا بالإنجاز الذي حققه بطل آسيا والعالم وصاحب الذهبية البارالمبية البطل الكويتي أحمد نجل مطيري بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية لسباق 100 متر كراسي متحركة. وحضر هذا الحفل سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرازيل السيد عياد السعيدي ورئيس وفد النادي الكويتي الرياضي للمعاقين في ريو دي جانيرو السيد أنور المطوع والسكرتير الثاني بسفارة دولة الكويت السيد بشار دويسان والوفد الإعلامي لوزارة الإعلام الكويتية واللاعبين المشاركين في البطولة وإداريو النادي الكويتي الرياضي للمعاقين المشاركين في البارالمبياد. وجاءت أجواء الحفل مليئة بالفرح والفخر بهذا الإنجاز المميز لبطلنا الكويتي أحمد نجل مطيري الذي أهدى إنجازه والميدالية الذهبية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وللشعب الكويتي أجمع. احنا طال عمرك هديه مني انا طال عمرك سويتها هذا توقيع من طال عمرك ما شاء الله وحطينا علم الكويت عليها وتوقيع على جميع اللاعبين والاداريين اللي مشاركين في البطوله اليوم شكرا شكرا والف مبروك الله يخليك فوز بسم الله الرحمن الرحيم احب اهدي هذا الانجاز الى صاحب سمو امير البلاد صباح الاحمد ولي العهد الشيخ نواف ولا ننسى الشكر بالشيخ سلمان حمود وزير الشباب والرياضه واشكر في هذا على هذا الاستضافه السفير الاخ عياد ما قصرت. ووسط هذه الاجواء الرائعه القى سعاده السفير عياد السعيدي كلمته المليئه بالفخر بابناء وطننا الحبيب الكويت الذين تحدوا الصعاب لرفع علم بلدنا الكويت عاليا في استاد الماراكانا مشيرا الى ان تحقيق الذهب ليس بغريب على ابطال الكويت. بداية نهني البطل أحمد المطيري على هذا الفوز وفي الحقيقة أفرحنا وأفرح الشعب الكويتي وهذا مو غريب عليه ولا عرق قريبة على أخوانه ذوي الاحتياجات الخاصة مشاركتهم بالبطولة وفوزهم بالميدالية الذهبية يعني رفع رأس كل كويتي ونشكره جزيل الشكر وهذا التكريم تكريم بسيط له ولإخوانه أعضاء الوفد وأيضا الوفد الإعلامي ونتشرف فيهم ونتمنى له كل توفيق وسداد إن شاء الله وأهلا وسهلا فيك. نشكر السيد السفير على الاستضافة هذه والدعم والتشجيع وكلهم بصراحة حتى الوزير كرمنا وكرم اللاعبين يعني مشكورين ونهدي هذا للشعب الكويتي بصفة عامة يعني. يمكن أول مرة بتكلم أنا عن دوري في هذا الموضوع مش من ناحية طبية ما عالجتوش وما مرضش الحمد لله إنما من ناحية التصنيف إحنا في رياضة المعاقين بنقسمهم إلى مجموعات متقاربة في القوة بحيث الواحد اللي بياخذ ميدالية لأنه نتيجة تدريبه وجهده وجهد مدربه مش نتيجة أنه والله هو قوي بين ناس ضعاف واللي حصل أنه أحمد نجا صنفوه فئة 34 وهو لو لعب مع 34 بيكون يعني مظلوم وبنغلب وبيقدرش يجيب ميداليات فصنفوه 34 أنا قدمت احتجاج رسمي عليه وقلتهم هذا اللاعب 33
وبعدين أنا مع الحق والعدل يعني، مش لأنه من فريقنا شايف. فقلت له أنت الآن بتظهر كل قوتك، ما تعمل حالك ضعيف، إنما تظهر نقاط الإعاقة فيك، وبالتالي ولا حدا تكلم. وفعلا انقبل الاعتراض طبعاً، نزلوا لفئة 33 والحمد لله ربنا وفقه، والله يديم عليه العافية والصحة والنتائج العالية. وأشكره وأشكر مدربه وأشكر رئيس الوفد وأشكر جميع من بذل جهد في هذا الموضوع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حصل اللاعب أحمد المطيري في سباق 100 متر على ميدالية ذهبية. نهدي هذا الإنجاز الكبير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهد الأمين، وأشكر وزير الإعلام وزير الدولة للشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح على حرصه ووجوده لحضور المسابقات والفعاليات ودعم أخوانا المعاقين في هذا المحفل الكبير. وأشكر سعادة السفير عياد السعيدي على ضيافته لنا، ويعطيكم العافية ومشكورين. جعلك العمر جهنم.